الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. من ميزر البساتين بالقاهرة اليوم الاثنين الموافق 14/9/2020، تم تحميل البراد المتوجه إلى المحافظات الآتية: أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، لكل محافظة 4 طن، وتم تحميله اليوم لوصول غدا الثلاثاء الموافق 15/9/2020، وذلك لتسليم الكميات المذكورة، وهي 4 طن لكل محافظة، للسادة أصحاب الفضيلة وكلاء الوزارة، وذلك توزيعها على الأسر الأولى بالرعاية. وكل عام أنتم بخير.